مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة كويت سبورت، يسعد مساكم بكل خير من الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24 ولقاء العربي والنصر في افتتاح لقاءات هذه الجولة السابعة من هذا الموسم. النصر الذي يأتي من انتصارين على التوالي أمام خيطان والقادسية أصبح لديه 6 نقاط، والعربي اللي بعد هزيمته في أول لقاءاته في هذا الموسم أمام نادي الكويت ب4 أهداف لهدف وحيد، انتصر بعد ذلك ب4 لقاءات مهمة منها على اليرموك وكذلك على كاظمة وعلى القادسية، ووصل 12 نقطة انتصاره في هذا اللقاء، يعني صدرته ولو مؤقتا لهذه الجولة قبل بدء لقاء اليرموك بالسالمية. عربي راح يدخل هذا اللقاء بقيادة مدربه البرتغالي خواكيم كيتو، بالمقابل نادي النصر بقيادة مدربه الإيطالي زانيتي يدخل هذا اللقاء. هذا كيتو اللي كنت أتحدث عنه، حكام هذا اللقاء الحكم الأول محمد البلوشي، الحكم الثاني قاسم دشتي. النصر راح يكون بزي العنابي المعتاد وراح يلعب على يمين الشاشة بكابتن الفريق محمد نايف، حارس مرمى نادي القادسية سابقا وكذلك نادي الكويت وحارس مرمى نادي النصر منذ الموسم الماضي وحتى مع بداية هذا الموسم. بالمقابل العربي بخالد أنور في حراسة مرمى الفريق. كلا المدربين يعطي التعليمات قبل بدء هذا اللقاء في بداية وافتتاح الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24 لقاءات الجولة الماضية. انتصر النصر على الغطية بنتيجة 4-3 وانتصر كذلك العربي على نادي اليرموك 7-1 أو 7-2، وانتصر كذلك نادي التضامن كأول انتصاراته في هذا الموسم على نادي خيطان ب3 أهداف لهدف، وتعادل كل من نادي كاظمة والسالمية. هذه الجولة كاظمة لن يشارك لأن عدد الفرق عدد فردي، كل جولة يرتاح فريق. في هذه الجولة سيرتاح نادي كاظمة ولن يشارك. كاظمة اللي بعد 4 جولات ماضية لم يحقق سوى نقطة وحيدة بتعادله مع نادي السالمية وخسارته من نادي اليرموك والكويت والعربي. أصل 12 نقطة، حقق نقطة وحيدة فقط كاظمة من آخر 4 جولات بعد بداية كانت رائعة بانتصارين و6 نقاط في الرصيد، لكن بعد ذلك أتت خيبات الأمل متوالية على نادي كاظمة. إذا بداية هذا اللقاء النصر على يمين الشاشة والعربي على شمال الشاشة، العربي بخالد أنور في حراسة المرمى، عمر الشطي، بورخا دياز ونيكولاي وبدر المنصور. عمر الشطي مع الكرة، عمر يلعب التبريرة. بالمقابل نادي النصر بويلسون وفهد غالب، محمد الصراف ومحمد نايف في حراسة المرمى، ومحمد الشافعي أول موسم له مع نادي النصر. محمد الشافعي بعد انتقاله من نادي القادسية مواسم طويلة قضاها مع نادي القادسية. محمد الشافعي، بدر المنصور، جولة ماضية سجل فيها بدر المنصور وسجل فيها كذلك محمد المنصور التويس في النادي العربي، سجلوا في شباك نادي اليرموك، أوقفوا نادي اليرموك وأوقف كذلك كاظمة نادي السالمية. السالمية حاليا في صدارة الترتيب ب14 نقطة، بعده يأتي نادي اليرموك ب13 نقطة، العربي عنده 12 نقطة، الكويت 10 نقاط، 7 نقاط لنادي كاظمة، 6 نقاط للنصر، 4 نقاط للقادسية، 3 نقاط للتضامن ولا نقطة لخيطان. من الركنية بورخا دياز لعب التمريرة والمنصور في التسديدة، لكن محمد نايف على مرتين يبعد الكرة الأخيرة، وصلت لفهد غالب يتقدم حاليا، فهد يلعب تمريرة خاطئة، المنصور في افتكاك هذه الكرة يتقدم حاليا، بدر يتقدم ويمر وينجح بالتسديد بعد ذلك، ولكن محمد نايف يتصدى للكرة الأخيرة ويبعدها محمد الشافعي لخارج أرضية الملعب. تطلع الكرة وترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة العربي، فرصتين وتسديدتين كانت للعربي في هذا الشوط الأول وتصدى لها محمد نايف وابعدها لخارج أرضية الملعب. ترجع لنيكولاي من ركلة الإدخال حاليا لمصلحة العربي. اليوم يرتاح بورخا أو يرتاح ماركو أصربي ويشرك خواكيم كيتو نيكولاي اللي يسدد هذه الكرة ولكنها بعيدة وتطلع لخارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة وترجع حاليا من رمية المرمى لمصلحة محمد نايف ولمصلحة فريق النصر. النصر بويلسون وأوسكار ويريح دودو، المدرب الإيطالي زانيتي، بالمقابل العربي بورخا دياز ونيكولاي، ويرتاح في هذا في هذه الجولة دودو وماركو من كلا الفريقين. تسديدة أخيرة صدها خالد أنور كانت من البرازيلي ويلسون اللي ساهم في تسجيل أجمل أهداف الجولة الماضية
أمام نادي القادسية، هدف الحسم كان الهدف الرابع لمصلحة فريق النصر. بدر المنصور، بدر يحاول المرور في الكرة الأخيرة، الصرافي بعدها وصلت إلى نيكولاي، من نيكولاي للمنصور، ترجع تمريرة بالخلف بعد ذلك لعمر الشطي. عمر مع بورخة يلعب تمرير ناحية بورخة، ولكنها مرت من أمام بورخة وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، وترجع حاليا الكرة من رمية المرمى لمصلحة محمد نايف ولمصلحة فريق النصر. ترجع من رمية المرمى لمصلحة النصر ولمحمد نايف. محمد نايف، تمريره لمحمد الشافعي، السلام مميز للكره الاخيره، لكن بعد ذلك يبعدها من امامه عمر الشطي. عمر الشطي يبعد الكره الاخيره، رجعت حاليا لمصلحه النصر من ركله الادخال لفهد غالب. فهد غالب مواسم ماضيه قضاها في نادي اليرموك منذ الموسم الماضي مع نادي النصر. فهد غالب قدم موسم رائع حتى هذه اللحظه مع فريق نادي النصر، ساهم بشكل رئيسي بانتصار فريق النصر على نادي خيطان بعد ان سجل هدف وصنع هدف كذلك. جوله ماضيه النصر قدم اداء رائع امام نادي القادسيه وانتصر كذلك، واصبح لديه 6 نقاط من انتصارين على التوالي. فهد غالب تسديده اخيره تصطدم عمر الشطي وترجع لثالث ركله ادخال على التوالي لمصلحه العنابي. فهد غالب للصراف، صراف يلعب الكره العرضيه تصطد وصلت لي نيكولاي المرتده حاليا لمصلحه العربي. نيكولاي لكن صراف في تغطيه مميزه اضطر للعب التمريره بعد ذلك نيكولاي لبدر المنصور. بدر لعمر الشطي مع بورخه لكن يبعدها من امامه ويسلي الى خارج ارضيه الملعب. بعدها ويسلي رجعت للعربي، بدر المنصور لبورخه، دياز يلعب التمريره مع الشطي، عمر لبدر، عمر على اللاين الشمال على اللاين اليمين يقدم اداء رائع. يا حبيبي يا حبيبي المنصور بدران يسجل اول الاهداف لمصلحه فريق العربي. يمين وشمال، مر باليمين وسدد وتصدالها ابو نايف في الكره الاولى وفي الكره الثانيه، على العكس على الشمال مر وسددها قويه من غصيه اتت في شباك محمد نايف وفي شباك فريق النصر. ياتي الهدف الاول، المرور من امام الشافعي والتسديده القويه في شباك محمد نايف، ياتي الهدف الاول لمصلحه العربي. تصبح النتيجه حاليا بهدف للعربي ولا شيء للنصر، هدف للعربي ولا شيء للنصر. المرور المميز اللي كان في الكره الاخيره من بدر المنصور ياتي بالهدف الاول لمصلحه فريقه، هدف للعربي ولا شيء للنصر. فهد غالب، تسديده من فهد غالب ولكن سهله كانت على خالد انور، صدى للكره الاخيره خالد انور يلعب تمريره مع بدر المنصور. بدأ الشوط وهو على يمين الملعب لكن وقت الهدف اللي سجله بدر المنصور كان على الشمال، يقجع وهو قادر كذلك انه يمر في اليمين وفي الشمال، يسدد في اليمين وكذلك في الشمال وسجل اول الاهداف لمصلحه فريق العربي وتغيرت النتيجه حاليا واصبحت بهدف للعربي ولا شيء للنصر. بورخه دياز 5 اهداف سجلها في شباك القادسيه، بورخه دياز، عمر الشطي، مرور بعد ذلك تمريره مع نيكولاي. موسم ماضي النصر كان مع راموس وفهد رديني، هذا الموسم مع ويسلي وأوسكار، ويسلي وأوسكار ودودو. العربي الموسم الماضي كان مع نيكولاي وماركو وجوناثان باتو، تخلى عن جوناثان باتو واتى ببورخا دياز، ويبدو ان قرار العربي كان صائب في التخلي عن جوناثان باتو والاتيان ببورخا دياز. بدأ الموسم بشكل سيء للأمانة في اللقاء الأول أمام نادي الكويت، لكن بعد ذلك منذ لقاء العربي بكاظمة وتغير مستوى هذا البورخة دياز أمام كاظمة وأمام اليرموك وأمام القادسية كذلك. هو بدأ الموسم بشكل سيء ليس فقط أمام نادي الكويت، حتى في الجولة الثانية أمام نادي خيطان انتصر العربي بشق الأنفس على خيطان بهدفين لهدف ولم يكن في ذلك اللقاء. طبعا بورخا دياز بارز بشكل كبير مع فريقه العربي، لكن بعد ذلك منذ جولة كاظمة وبعد كاظمة الغاتسية وبعد الغاتسية اليرموك بورخا دياز قدم أداء رائع. تمريرة وصلت لأحمد الشطي وهذا عبد الله ثامر، تسديدة من عبد الله ثامر لكنها اصطدت في قائم محمد نايف اليمين وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة وفرصة ومحاولة كانت لمصلحة العرب من أجل تسجيل ثاني أهدافه في هذا الشوط الأول، بعدين سجل بدر المنصور أول الأهداف. عبد الله ثامر تسديدته الأخيرة اصطدت في قائم محمد نايف وطلعت إلى خارج أرضية الملعب. رجعت للنصر ويسلي يلعب تمريره مع فهد غالب، يصعد على ارضيه الملعب فهد، وصلت للشافعي، محمد للصراف، محمد يمر بشكل مميز من امام عبد الله ثامر يتغدى في هذه الكره الصراف
يلعب الكرة العرضية، لكن بورخا دياز في المكان المناسب هي بعد الكرة الأخيرة. يلعب التمرير وصلت لمصلحة نيكولاي، خاطئة. التمرير الأخير وصلت للشافعي ويسلي، ويسلي ينجح بالمرور بشكل مميز، ويسلي والتسديدة منه ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة من ويسلي، أول محاولات ويسلي في هذا الشوط الأول، تسديدته الأخيرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة أو من رمية المرمى لخالد أنور. بورخا دياز، بورخا مع نيكولاي، إلى بورخا دياز لعبد الله. ثامر حاليا هو الإعلان، أخرج بدر المنصور وعمر الشطي، وأدخل عبد الله ثامر وأحمد الشطي مع بورخا ونيكولاي وخالد أنور. الخمس لاعبين الموجودين حاليا من النصر على ارضيه الملعب، محمد الشافعي والرمضان اللي مع الكره يتقدم في هذه الكره، لكن يبعدها من امام بورخا دياز وتطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من الركنيه الاولى لمصلحه النصر في هذا الشوط الاول. الشوط الاول حتى هذه اللحظه بهدف وحيد لبدر المنصور بعد ان مر على هذا الشوط الاول 4 دقائق و53 ثانية، هدف وحيد لبدر المنصور ولا شيء للنصر. فهد غالب من الكره العرضيه ولكنها وصلت سهله لخالد انور. خالد يلعب التمريره الطويله ناحيه احمد الشطي، السلام من احمد الشطي لكن ويسلي في ابعادها بعد ذلك، مطالبه بخطا غير موجود، تطلع الكره لخارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه مدار ما يصارخ، ترجع من ركله الادخال حاليا لمصلحه العربي نقاشي محمد البلوشي مع ويسلي. ويسلي كان يصرخ في الكره الاخيره لعدم احتساب الخطا لمصلحته، لكن بعد ذلك عندما ناقش الحكم محمد البلوشي غير رايه واصبح هو يتحدث مع زميله علي الرمضان. رجعت للعرب من ركله ادخال عبد الله ثامر، نيكولاي لبورخا دياز لعبد الله ثامر، سجل كذلك ثاني اهداف فريق العربي على نادي اليرموك في الجوله الماضيه عبد الله ثامر. مر في الكره الاخيره لعب التمريره نيكولاي، حاول يلعب التمريره الاخيره ولكن ويسلي من خارج ارضيه الملعب، تطلع الكره وترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه العربي. وقت مستقطع حاليا يطلب زينتي مدرب نادي النصر، عباره عن دقيقه بعد انتهاء نستكمل التعليق على هذا الشوط الاول، المتبقي عليه 14 دقيقه و30 ثانيه، هدف للعربي ولا شيء للنصر. انتهت الدقيقة، الوقت مستطاع لطلبها خواكب كيتو مدرب نادي العربي، عودة واستكمال هذا الشوط الأول المتبقي عليه 14 دقيقة و30 ثانية من افتتاح لقاءات هذه الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24. العربي سجل هدف وحيد عن طريق بدر المنصور ولا شيء للنصر. غيب اليوم هملان النادي النصر، تحزيده اخيره ولكنها طلعت الى خارج ارضيه الملعب، محاوله اوسكار، كره اوسكار الاخيره تطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع من رميه المرمى لخالد انور وللعربي. حاليا العربي بخالد انور واحمد الشطي، عبد الله ثامر، نيكولاي وبورخا دياز، بالمقابل النصر بويسلي رمضان، فهد غالب واوسكار ومحمد نايف في حراسة مرمى النصر. طبعا قدم أداء كبير محمد نايف الشمري في اللقاء الماضي أمام نادي الغاتية، كان أحد الأسباب الرئيسية هو ويسلي بانتصار الفريق على الغاتية، أصبح لديه 6 نقاط، المنافسة طبعا تكون على المركز
السادس بشكل كبير او حتى الخامس، لان الكاظمة ما هو بعيد، الكاظمة عنده الادوات للهروب من المركز الخامس، لكن حاليا الكاظمة في المركز الخامس بسبعة نقاط، ست نقاط عند النصر، واربع نقاط عند الغاتسية، وثلاث نقاط عند التضامن، ولا نقطة عند نادي خيطان. ركلة الإدخال ترجع حاليا الكرة لمصلحة النصر. صباف الحكم الثالث. ترجع الكرة حاليا لمصلحة النصر من ركلة إدخال ويسلي لمحمد نايف. لعب تمرير بشكل مميز إلى أوسكار. أوسكار يتركها لويسلي، ولكن خالد أنور، خالد العملاق في التصدي للكرة الأخيرة، وبعد ذلك التسديدة من أوسكار بعيدة تطلع إلى خارج أرضية الملعب، كانت فرصة التعادل لمصلحة النصر، ولكن التصدي المميز من خالد أنور للكرة الأخيرة والتسديدة القوية اللي كانت من ويسلي، وبعد ذلك أوسكار سدد الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. تطلع الكرة ترجع حاليا لمصلحة العربي. بورخة دياز إلى عبد الله ثامر، رجعت إلى دياز. دياز مع ويسلي أو أوسكار. أوسكار يفتك هذه الكرة وصلت لي ويسلي، ولكن الخطأ والفاول حاليا لمصلحة العربي. الخطأ والفاول الأول في هذا الشوط الأول، أول فاول على النصر ولا فاول على العربي. 13 دقيقة و22 ثانية متبقية على نهاية هذا الشوط، يعادل الفاول الأخير اللي كان على أوسكار. والله الشد كان بين الاثنين، بين أوسكار وبين بورخا دياز. عمر الشطي إلى بورخا. ويسلي حاول افتكاك الكرة الأخيرة وصلت إلى نيكولاي. نيكولاي افتكها ويسلي، يتغدى في هذه الكرة ويسلي، ينجح بالمرور والتسديدة، بعد ذلك اصطدت الكرة الثانية، ولكن الرمضان أضاعها، وكذلك خالد أنور ساهم في إضاعة الفرصة الأخيرة على فريق النصر. ساهم خالد أنور في إبعاد الكرة الأخيرة على النصر. تبقى النتيجة على حالها بهدف وحيد للعربي ولا شيء للنصر. تطلع الكرة وترجع حاليا من الركنية لمصلحة النصر بحثا عن هدف. التعادل بعد انتصارين على التوالي، كان الأول على خيطان والثاني في الجولة الماضية على نادي الغاتسية، يأمل اليوم على أقل تقدير بالتعادل مع نادي العربي. بالمقابل العربي يبحث عن الانتصار وصدارة الدوري بانتظار لقاء اليرموك بالسلمية. الركنية حاليا عبد الله محمود لمصلحة النصر. عبد الله يلعب التمريرة بالخلف ناحية أوسكار. أوسكار إلى ويسلي. ويسلي ينجح بالمرور بشكل مميز من أمام بورخا دياز. ويسلي ولكن تبعد بعد ذلك الكرة الأخيرة من أحمد الشطي، صدت بويسلي ورجعت حاليا من ركلة إدخال لمصلحة. ترجع من ركلة الإدخال حاليا لمصلحة العربي. عمر الشطي وبورخا دياز، خمس تسديدات تلقاها خالد أنور على شباك فريقه، بالمقابل تسديدتين تلقاها محمد نايف على شباك فريقه. النصر أفضل من ناحية الفرص. استحواذ للعربي أوسكار، ولكن يبعدها من أمام الشطي أحمد. تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة الإدخال للعربي. ترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة العربي. عبد الله محمود، عبد الله يلعب تمريرة عكس الاتجاه من دون أي متابعة للكرة الأخيرة، تطلع لخارج أرضية الملعب. تفاهم كان مفقود في الكرة الأخيرة ما بين لاعبين النصر. منصور بدر مع نيكولاي. نيكولاي لبورخا. دياز للشطي يلعب التمريرة بدون أي متابعة عكس الاتجاه، تطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من رمية المرمى لمحمد نايف ولمصلحة النصر. محمد خبرة كبيرة لمحمد نايف سواء مع الكويت أو حتى مع نادي الغاتسية. ويسلي في المرور، وخالد أنور في التصدي السادس له في هذا الشوط الأول. خالد العملاق المرة الثالثة في هذا الشوط من أمام ويسلي، والسادسة بشكل عام في هذا الشوط الأول. ست تصديات، هدف للنصر راح يحرك الكثير في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة. الركنية الثالثة حاليا لمصلحة النصر. 12 دقيقة وثانيتين على نهاية هذا الشوط الأول. الكرة العرضية كانت من رمضان، ولكن أبعدها بورخا دياز إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة النصر بهدف وحيد.
بدر المنصور تقدم لفريق العربي ولا شيء حاليا للنصر اللي يحاول في اكثر من كره، ست محاولات للنصر على شباك العربي ولكن لم تسفر عن هدف التعادل في ظل التالق الكبير لخالد انور في هذا الشوط الاول. اوسكار ينجح في هذه التسديده ولكنها تمر وتطلع الى خارج ارضيه الملعب اوسكار وترجع حاليا من رميه المرمى لخالد انور وللعربي. ترجع من رميه المرمى لخالد انور. تمريره في تكتيك الكره الاخيره والفاول لويسلي على عمر الشطي. الفاول الاول على العربي. فاول على النصر وفاول كذلك على العربي. النتيجه بهدف وحيد للعربي. سجل بدر المنصور ولا شيء للنصر. 11 دقيقة و47 ثانية متبقية على نهاية هذا الشوط الأول من الجولة السابعة للدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24 رمضان. يلعب تمريرة طويلة لكن بدون أي متابعة يتركها خالد أنور تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع لو ترجع لمصلحة فريقه من رمية المرمى. العربي حاليا الخمس لاعبين الموجودين على أرضية الملعب بقيادة هذا المدرب خواكيم كيتو، بدر منصور، بورخا دياز، نيكولاي، وعمر الشطي وخالد أنور، بالمقابل زانيتي. حاليا الخمس لاعبين الموجودين للإيطالي على أرضية الملعب نادي النصر ويسلي، رمضان، عبد الله محمود واوسكار. عكس الاتجاه كانت من رمضان. اوسكار كان يتقدم للامام، التمريره اتت من الخلف مرت وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع من ركله ادخال للعربي. بدر المنصور لعمر الشطي يلعب تمريره صدت باوسكار، رجعت للشطي، عمر يلعب تمريره خاطئه ويسلي ولكن تسديده ويسلي صدت بورخا دياز وطلعت الى خارج ارضيه الملعب. طلعت الكره الاخيره لخارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركله ادخال حاليا للنصر اللي حاول اكثر من مره في هذا الشوط الاول انه يسجل هدف تعادل لكن حتى هذه اللحظه بهدف وحيد للعربي ولا شيء للنصر. رمضان حاليا من ركله الادخال لرمضان يلعب تمريره بالخلف لويسلي. ويسلي يمر من امام بورخا دياز يتقدم في هذه الكره، ويسلي يلعب الكره العرضيه ولكنها تصد وتطلع كذلك الى خارج ارضيه الملعب. ويسلي شوط اول مميز حتى هذه اللحظه من ويسلي، نقترب من نصف هذا الشوط الاول ولا زال النصر يبحث عن هدف التعادل في شباك العربي. اللقاءات والجولات الماضيه للعربي واجه فرق ثقيله تهلك مخزون بدني كبير في اللقاءات الماضية أمام اليرموك، أمام كاظمة، وأمام الغاتسية كذلك، واليوم يواجه النصر بعد طبعا لقاء بخيطان، وقبل ذلك كان لقاء بنادي الكويت. سادس لقاءات العربي في الدوري، أربع انتصارات وهزيمة للعربي. اوسكار حاليا وهدف تعادل لمصلحه النصر. اوسكار يسجل، يسجلها اوسكار، يسجل هدف التعادل للنصر. تتغير النتيجه حاليا وتصبح بالتعادل الايجابي، هدف للعربي والمنصور وهدف للنصر. واوسكار بعد مرور نصف الشوط الاول تقريبا 10 دقائق و27 ثانيه متبقيه على نهايه هذا الشوط الاول وياتي هدف التعادل من اوسكار في شباك انور. مكان مناسب، تمريره بالكعب كانت عبد الله محمود، بعد ذلك تمريره لاوسكار عدلها على شماله وسددها وسجل اول الاهداف لمصلحه فريق النصر وثاني الاهداف في هذا الشوط الاول. تصبح النتيجه عليه بالتعادل الايجابي، هدف للعربي وهدف للنصر، هدف للعربي وهدف للنصر. و10 دقائق و15 ثانيه على نهايه هذا الشوط الاول. عمر الشطي مع بورخا دياز. بورخا دياز تأخر في الكرة الأخيرة، بورخا دياز بعد ذلك نجح في الحصول على ركلة إدخال من أمام أوسكار. الانتصارين اللي حققهم النصر على خيطان وعلى القادسية أعطتها دفعة معنوية كبيرة جدا في هذا اللقاء أمام العربي. قابل كذلك العربي أربع انتصارات على التوالي، عنده فرصة اليوم للصدارة، عنده فرصة الصدارة لو تعادل السالمية مع اليرموك سيصبح هو متصدر الترتيب. السالمية تعثر في جولتين الماضية أمام نادي
الكويت وامام نادي كذلك. كاظمة في الجولة الماضية والتعادل الإيجابي بهدف لهدف، طبعا طرد سيجي في الجولة الماضية. ذلك اليوم سالمية عندما يواجه اليرموك راح يلعب بكالفن وليو، ثنائي القادسية السابق واللي افترقوا في الموسم الماضي، بقى وليو مع نادي القادسية وذهب كالفن لنادي التضامن وعاد واجتمع الاثنين، لكن هذه المرة مع أحمد الرومي في نادي سالمية. من ركلة إدخال عمر الشطي يلعب تمريرة إلى بدر المنصور لبورخة دياز، لعب الكرة الأخيرة اصطدت بوسلي ورجعت لخالد أنور. بدر المنصور الى بورخه دياز، وسلي يبعدها من امامه، وسلي يبعد الكره الاخيره لخارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركله الادخال، ترجع من ركله الادخال لمصلحه العربي لبدر المنصور. بدر المنصور فقط، بدر المنصور من العربي كان في المنتخب الوطني اللي تأهل في تصفيات كأس آسيا لبطولة كأس آسيا القادمة في تايلاند. فهد غالب، ويسلي لمحمد نايف يلعب تمرير ناحية الشمري، لكن الكرة الأخيرة بعيدة كانت على الشمري طلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الإدخال للعربي فقط بين المنصور. كان في المنتخب اللي شارك في التصفيات المؤهله لبطوله كاس اسيا القادمه في تايلاند في المملكه الشقيقه البحرين، تاهل وقتها المنتخب الوطني من ثلاث لقاءات ثلاث انتصارات، ختامه مس كان امام المنتخب البحريني الشقيق بالانتصار بهدف علي ياسر هدف الحاسم، وتاهل المنتخب بعد ذلك لبطوله كاس اسيا القادمه في تايلاند. طبعا سابقا احمد الشطي ويوسف بن ناجي وخالد انور جميعهم مثلوا المنتخب الوطني. فهد غالب يحاول افتكاك هذه الكره من امام الشطي وتسديده فهد غالب من امام الشطي، ولكن هتطلع الى خارج ارضيه الملعب. علي غام في فهد غالب في الكره الاخيره، قاسم دشتي كان الثاني ونقاشه. يلا عمار يلا شباب، مع اي من اللاعبين المتوترين في هذا الشوط الاول. عمر الشطي الى بورخه دياز، ضغط عالي يقوم فيه لاعبي زنتي في مناطق العربي. فهد غالب في افتكاك الكره، لكن الخطا والفاول يحتسب لمصلحه العربي، الخطا والفاول يحتسب لمصلحه العربي. فاول ثاني على النصر، فاولين على النصر، فاول وحيد على العربي. عاد الفاول الاخير اللي كان من وسلي على بورخه دياز، فاولات فاولين على النصر، فاول على العرب. النتيجه بالتعادل الايجابي، هدف لاوسكار وهدف لبدر المنصور. 8 دقائق و34 ثانيه متبقيه على نهايه هذا الشوط الاول. المنصور الى بورخه دياز يلعب التمريره مع عمر الشطي، لكن مرت الكره الاخيره وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه النصر. ترجع من ركله ادخال لمصلحه النصر فهد غالب لمحمد نايف، يلعب الكرة محمد نايف بالرأسية بعد ذلك من أوسكار، مرت من الشميري وصلت للمنصور. بدر لعمر الشطي، حاول يمر في الكرة الأخيرة ويسلي في الضغط العالي عليه، تك الكرة ورجعت لخالد أنور. خالد أنور لمحمد نايف، شوط أول نصر قدم الكثير فيه على عكس العربي اللي سجل هدف واختفى بعد ذلك. ويسلي يتقدم حاليا بحثا عن قلب النتيجه، يلعب تمريره مع اوسكار، ولكن خالد انور يفتك الكره الاخيره، طاحت من يد خالد وتسديده من ويسلي، وخالد للمره الثالثه يمسك في الكره من امام ويسلي ومن امام اوسكار في سابع تصدياته في هذا الشوط الاول. خالد يلعب تمريره ولكن وصلت سهله لمحمد نايف، من محمد نايف الى فهد غالب. النصر يبحث عن نصر جديد وعن ثالث انتصاراته في هذه الجولة بعد انتصاره على القادسية في الجولة الماضية وقبل ذلك على خيطان وإيقاف العربي، لأن العربي عنده 4 انتصارات متتالية في هذا الموسم، لم يسبق لأي من الفرق في هذا الموسم أن حققت 5 انتصارات على التوالي. يرموك والسالمية 4 انتصارات على التوالي، بعد ذلك اليرموك تعثر، وكذلك السالمية
تعثر بتعادلين، اليرموك تعثر بتعادل وهزيمة. اليرموك بدأ الموسم بتعادل، بدأ الموسم بتعادل مع القاتية، بعد ذلك ثلاث انتصارات أو أربع انتصارات، بعد ذلك أربع انتصارات، يعني اليرموك عنده أربع انتصارات كمسيرة في هذا الموسم السامية، أربع انتصارات. العربي حاليا أربع انتصارات، كاظمة بداية الموسم انتصارين، الكويت بداية الموسم ثلاث انتصارات. بورخا دياز من أجل الانتصار الخامس على التوالي، بورخا ولكن كرته الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، تطلع وترجع حاليا من رمية المرمى لمحمد نايف ولمصلحة النصر. لو انتصر العربي اليوم راح يكون أول فريق في هذا الموسم يحقق أكبر سلسلة على التوالي من ناحية الانتصارات. أما من ناحية عدم الهزيمة في السامية حتى هذه اللحظة، سبع جولات أو ست جولات ماضية للسالمية، أربع انتصارات وتعادلين ب 14 نقطة في صدارة الترتيب، وبعد ذلك في المركز الثاني اليرموك اللي عنده هزيمة وتعادل، يعني خسر فقط خمس نقاط في هذا الموسم اليرموك. في المركز الثاني فهد غالب حاليا من ركلة إدخال، فهد يلعب تمريرة خاطئة، بورخا دياز في إبعادها رجعت لغالب، يلعب تمريرة ناحية الشمري عكس اتجاهه تطلع لخارج أرضية الملعب، وترجع الكرة حاليا لمصلحة العربي من ركلة الإدخال. واكيم كيتو طلب حقه في الوقت المستقطع على عكس زانيتي الإيطالي مدرب نادي النصر. طبعا مساعد الإيطالي زانيتي مساعد عبد الله شيخان نجم التضامن، نجم القاتية، نجم المنتخب الوطني، وشارك كذلك في كأس العالم عبد الله شيخان مع لويس فونسيكا، كأس العالم يشارك فيها المنتخب. والانتصار المثير في الجولة الثالثة أمام المنتخب المصري، وتسجل الفارسي وسجل شاكر المطيري وعبد الرحمن الطويل للمنتخب الوطني. يلا شباب يلا عربي، ضاعت الكرة الأخيرة لخارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة عمر الشطي ولمصلحة العربي، التسديدة بعد ذلك من أحمد الشطي ولكنها بعيدة، تطلع لخارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من رمية المرمى لمحمد نايف ولمصلحة النصر. ترجع من رمية المرمى حاليا لمصلحة النصر محمد نايف، مع على أرضية الملعب فهد غالب، رمضان، محمد الصراف، محمد الشافعي، من دون المحترفين الاثنين، من دون ويسلي ومن دون أوسكار اللي ريحهم حاليا زانيتي، المقابل العربي بورخا دياز ونيكولاي وخالد انور وعمر الشطي وبدر المنصور. يعني فقط تشيل نيكولاي وتضع ماركو، هي التشكيلة الأساسية للعربي، والتسديدة ولكنها من خارج أرضية الملعب، الكرة الأخيرة من محمد الصراف كان يبحث عن الهدف، يعني بورخا ولكن كذلك كرة بورخا إلى خارج أرضية الملعب، من فرصة كانت للنصر لتسجيل ثاني الأهداف وضاعت إلى خارج أرضية الملعب، كذلك فرصة بورخا دياز تضيع وتطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من رمية المرمى حاليا لمحمد نايف، إعادة للكرة الأخيرة من محمد الصراف، دخلت في شباك خالد انور لكن ركله الادخال اللي ما يعرف في قوانين كره قدم الصالات، ركله الادخال اللي تسددها مباشره على المرمى لازم تلمس احد اللاعبين، اذا دخلت مباشره من ركله الادخال الى الشباك لا يحتسب الهدف، لذلك لم يحتسب هدف محمد صراف، وكانت كذلك امام بورخا دياز والعربي فرصه لتسجيل هدف تقدم ولكن ضاعت فرصه بورخا وفرصه دياز وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركلة إدخال نيكولاي لبدر المنصور مع بورخا، حاول مرور بورخا ينجح في المرور في المرة الأولى، يلعب تمريرة بعد ذلك الشافعي في بعدها ناحية رمضان، عمر الشطي تكى بشكل مميز، لعب تمريرة بورخا يلعب تمريرة على الشمال بورخا ولكنها خاطئة منه، طلعت إلى خارج أرضية الملعب، طلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة الإدخال للصراف ولمصلحة النصر. هذا الموسم طرد الصراف امام اليرموك في اللقاء المثير اللي انتهى بانتصار اليرموك على النصر 4-3، فقط الجوله الاولى الخساره كانت كارثيه للنصر، لكن الجوله الاولى كانت امام كاظمة، انتصر كاظمة 9-1 على النصر نعم، ولكن لم يكن متواجد وقتها زانيتي، لم يكن متواجد وقتها كذلك اوسكار، ولم يكن متواجد وقتها ويسلي اللي تاخروا في قدومهم لنادي النصر. عمر الشطي يلعب تمريره لبورخا دياز
خاطئة منه الكرة الأخيرة وصلت للصراف محمد مع رمضان. محمد ورمضان ورمضان يكسب ركلة إدخال. الكرة الأخيرة في ظل الضغط اللي كان من نيكولاي ومن عمر الشطي. نيكولا واحد برا واحد برا. طلعت إلى خارج أرضية ملعب هذا خواكيم كيتو مدرب اليرموك السابق ومدرب الغاتية السابق ومدرب العربي في هذا الموسم. أربع انتصارات وهزيمة مسيرته مع العربي في هذا الموسم. عبد الله ثامر للمنصور. طبعا نظام الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم 23-24 صاحب المركز الأول والثاني مباشرة للدور نصف النهائي. الثالث يواجه السادس والرابع يواجه الخامس من لقاء وحيد. صاحب المركز الأفضل في ترتيب الدوري عنده فرصتين، عنده فرصة التعادل يأهله للدور نصف النهائي وعنده فرصة الفوز. أما صاحب المركز الأدنى فهو مضطر للانتصار. على سبيل المثال لو قلنا انتهى الموسم والنصر في المركز السادس والعربي في المركز الثالث، لان الفريقين حاليا هم اللي قاعد نشاهدهم على ارضيه الملعب وتواجهوا في لقاء واحد. في حاله التعادل يتاهل العربي لدور نصف النهائي، في حاله الانتصار يتاهل العربي كذلك. اما في حاله وحيده للنصر للتاهل للدور نصف النهائي هذا مثلا نشرح، النصر يحتاج الانتصار على العربي حتى يذهب للدور نصف النهائي. عبد الله ثامر يلعب تمريره لبورخا، دياز يلعب تمريره على الشمال ناحيه نيكولاي ينجح بالمرور نيكولاي ولكن يبعدها عبد الله محمود من امامه وتطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحته. ترجع من ركله الادخال لمصلحه العربي. ثامر يلعب تمريره وتصدي من محمد نايف للكره الاخيره وصدت كذلك عبد الله محمود وطلعت الى خارج ارضيه الملعب للركنيه لمصلحه العربي. الركنيه لمصلحه العربي لعبد الله ثامر. ثامر والتمرير بعد ذلك والتسديده ناحيه المنصور، المنصور بالخلف الى نيكولاي، نيكولاي في التسديده ولكن الشافعي وتصدي مميز من الشافعي. محمد للكره الاخيره يبعدها الى خارج ارضيه الملعب ترجع للعربي من ركله الادخال. يرجع ويسلي الى ارضيه الملعب بانتظار دخول كذلك اوسكار. اوسكار مارتينيز انتظار كذلك نزوله الى ارضيه الملعب. غادر العربي هذا الموسم سلمان البعيجان وذهب باتجاه نادي الكويت، واتى العربي برضوان الارملي من نادي الكويت وجدد اعاره كذلك عبد الله ثامر من نادي الكويت. بورخا دياز تمريره خاطئه وصلت للصراف، الصراف الى ويسلي فك الكره من امام ويسلي وبعد ذلك عبد الله محمود في ابعادها الى خارج ارضيه الملعب تطلع الكره وترجع من ركله الادخال للعربي. النصر كذلك اتى بويسلي ودودو واوسكار مارتينيز ومحمد الشافعي كذلك من نادي الغاتيه ومحمد الصراف من اليرموك. هذه الصفقات اللي قام فيها نادي النصر في هذا الموسم. طبعا انشط الفرق في الميركاتو الصيفي كان نادي الكويت اللي قام باستقطاب عبد العزيز براشد وناصر العلبان. محاولة حاليا لويسلي ينجح بالمرور ويسلي ولكن كرة ويسلي الأخيرة صدت بأحمد الشطي وطلعت إلى خارج أرضية الملعب ترجع من الركنية حاليا لمصلحة النصر. ترجع من الركنية لمصلحة النصر. ناصر العلبان وسلمان البعيجان وعبد العزيز براشد. أوسكار مارتينيز يلعب تمريره بالخلف لمحمد نايف. محمد يلعب التمريره بشكل مميز ناحيه أوسكار، هذه المره الثانيه يلعبها بهذا الشكل محمد نايف بشكل مميز عرضيه أوسكار ولكن وجود لاي لاعب في القائم الثاني. تطلع الكره الى خارج ارضيه الملعب ترجع حاليا من ركله الادخال للعربي. ترجع من ركله ادخال للعربي ثلاث دقائق و14 ثانية متبقية على نهاية هذا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. هدف للعربي وهدف للنصر. هدف العربي سجله بدر منصور وهدف النصر سجله أوسكار مارتينيز. عبد الله ثامر إلى بورخا دياز لثامر. عبد الله ثامر كانت له فرصة في هذا الشوط الأول صدت في قائم محمد نايف. نيكولاي يتقدم في هذه الكرة والتسديدة الغوية ولكن يتصدى لها محمد نايف ويبعدها إلى خارج أرضية الملعب. عادل العربي حاليا. العربي كان شوط اول
بدايته أول ثلاث دقائق قدم شوط مميز، لكن بعد أن سجل الهدف بدل منصور خفض مستوى العربي. النصر هو اللي سيطر، سجل هدف التعادل، يحاول النصر أن يسجل هدف ثاني، ولكن هذه الفرصة الأخيرة ضاعت من عبد الله ثامر وطلعت إلى خارج الأرضية. ترجع حاليا من رمية المرمى لمحمد نايف، ترجع من رمية المرمى، بدأ الشوط بشكل مميز العربي ويريد إنهاء كذلك بشكل مميز وأن يسجل هدف التقدم قبل نهاية هذا الشوط الأول. المتبقي عليه دقيقتين وثمانية وخمسين ثانية على نهاية هذا الشوط الأول ما بين العربي وما بين النصر. أوسكار بالكعب يلعب تمرير، وصلت إلى ويسلي. يا حبيبي يا حبيبي يا ويسلي، الهدف الثاني لمصلحة العربي، تصبح النتيجة حاليا للنصر على العربي. بعدين كان العربي هو المتقدم بالنتيجة عن طريق بدر منصور، أتى أوسكار وسجل التعادل، حاليا ويسلي يسجل ثاني الأهداف في شباك أنور. بعدين مر من أمام خالد أنور، أوسكار سلام مميز تحت الضغط ولعب تمريرة بالكعب، ويسلي مر من أنور وسجلها في شماله وسجل ثاني الأهداف لمصلحة النصر. تصبح النتيجة حاليا بهدفين للنصر وهدف للعربي، هدفين للنصر وهدف للعربي. الهدف الثاني من ويسلي، هي كانت من ويسلي محمد نايف اللي لعب تمريرة بشكل مميز إلى أوسكار. أوسكار سلم تحت الضغط كلاعب بيفوت ولعب بعد ذلك التمريرة بشكل مميز من الكعب إلى ويسلي، تقدم فيها ويسلي ومر من خالد أنور سددها في شباك العربي وسجل ثاني الأهداف، وتغيرت النتيجة حاليا في هذا الشوط الأول وأصبحت حاليا لمصلحة النصر بهدفين وهدف للعربي. محمد نايف من رمية المرمى يلعب تمريرة لويسلي، ويسلي الكرة الأخيرة طالت على ويسلي ورجعت من ركلة إدخال لبورخة دياز لأحمد الشطي. أحمد الشطي افتكت الكرة من أمام محمد صراف، محمد صراف والفاول لمصلحته ولمصلحة فريقه، فاول وبطاقة صفراء وإنذار راح تكون على عبد الله ثامر. الفاول الثالث، ثلاث فاولات على النصر، فاولين على العربي وأول إنذار راح يكون في هذا الشوط الأول. السحب كان واضح من عبد الله ثامر على محمد الصراف، بعد ذلك تسديدته لهذه الكرة غضبا من هذا الفاول اللي احتسب ضده من الحكم الثاني قاسم دشتي تسبب له بإنذار، تسبب له بإنذار مجاني للأمانة. كان الإنذار على عبد الله ثامر، عبد الله ثامر وبدر المنصور كانوا مع المنتخب الوطني في التصفيات الأخيرة لبطولة كأس آسيا واللي تأهل من خلالها المنتخب الوطني. ويسلي لعب التمريرة العرضية بعد ذلك ناحية أوسكار، ولكن يبعدها بورخا دياز، وصلت لمحمد نايف. محمد التمريره ناحيه اوسكار، طالب بخطا على بورخا دياز، لا وجود للخطا في الكره الاخيره، طلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع من رميه المرمى لخالد انور لمصلحه فريق العربي. دقيقتين وتسع ثواني متبقيه على نهايه هذا الشوط الاول من الجوله السابعه للدوري العام لكره قدم الصالات، واللقاء الافتتاحي لهذه الجوله ما بين العربي والنصر. سجل للعربي في بدايه هذا الشوط بدر المنصور، ولكن بعد ذلك عاد اوسكار مارتينيز للنصر وسجل الهدف الثاني. ويسلي وممكن الثالث حاليا، ويسلي يتقدم في هذه الكره، ويسلي ولكن خالد العملاق انور يتصدى للكره الاخيره ويبعدها الى خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه الهدف الثالث لمصلحه النصر، ولكن تصدى لها خالد انور ويبعدها الى خارج ارضيه الملعب، وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه النصر. ترجع من ركله الادخال لمصلحه النصر. حاليا زانيتي مدرب نادي النصر الايطالي يطلب الوقت المستقطع عباره عن دقيقه بعد انتهاء باذن الله سكمه التعليق على هذا الشوط الاول المتبقي عليه دقيقه و55 ثانيه بهدفين للنصر وهدف للعرب.
انتهت الدقيقة الوقت مستقطع لطلبها زنتي مدرب نادي النصر. دقيقة وخمسة وخمسين ثانية على نهاية هذا الشوط الأول بتقدم النصر على العربي بهدفين لهدف. النصر حاليا على أرضية ملعب الخمس لاعبين محمد الصراف ويسلي أوسكار وعبد الله محمود ومحمد نايف في حراسة المرمى. بوخادياز ينجح بالمرور في الكرة الأخيرة من أمام محمد نايف ويلعب الكرة لكن في إبعادها عبد الله محمود وصلت إلى ويسلي المسددة لمصلحة النصر ولكن الكرة الأخيرة والبطاقة الصفراء والإنذار راح تكون على خالد أنور. صفراء وإنذار راح تكون على خالد أنور. لا يزال محمد نايف على ارضيه الملعب بعد التحامه مع بورخا دياز. يعني انذارين في هذا الشوط الاول، انذار كان على عبد الله ثامر من الالتحام اللي كان ما بين بورخا دياز ما بين محمد نايف. لذلك لعب الكره بورخا دياز ولكن ابعدها عبد الله محمود وصلت لمرتده لمصلحه النصر. أوقف اللعب الحكم محمد البلوشي لإصابة محمد نايف. الفلاباس اللي ساقط على أرضية مع محمد نايف حارس مرمى نادي الكويت السابق وحارس مرمى نادي الغاتية وحارس مرمى نادي النصر كذلك وكابتن نادي النصر محمد نايف. دقيقة واربعين ثانية، الجولة الماضية انتصر فيها النصر على الغاتية وانتصر فيها العربي على اليرموك، تعادل فيها كاظمة والسالمية وانتصر فيها التضامن على خيطان كأول انتصاراته في هذا الموسم. هذه الجولة العربي بالنصر بعد هذا اللقاء لقاء اليرموك والسالمية، غدا اللقاء القاتية بالتضامن ولقاء العربي أو لقاء الكويت بخيطان. الغادر محمد نايف ودخل بديلا عنا بدر هاني في حراسة مرمى النصر من الإنذار اللي كان كذلك على خالد انور. انذار كان على خالد انور وانذار على عبد الله ثامر. ثلاث فاولات على النصر، فاولين على العربي، هدفين للنصر، هدف للعربي. دقيقه و40 ثانيه متبقيه على نهايه هذا الشوط الاول من لقاء النصر بالعربي. كلمهم حلول، يلا شباب، يلا احمدوه، يلا بول خسران، يلا عبود. عبد الله محمود تمريره ناحيه اوسكار، السلام تحت الضغط من اوسكار. حاول يمر في الكرة الأخيرة لكن الضغط كان من نيكولاي ومن أحمد شطي. نيكولاي لأحمد شطي وصلها إلى بورخا دياز، افتكت الكرة الأخيرة من أمام بورخا دياز لكن الفاول احتسب لمصلحة العربي. الفاول الرابع على النصر، أربع فاولات على النصر ومتبقي دقيقة و13 ثانية. إعادة الفاول الأخير اللي كان لمصلحة بورخا دياز على عبد الله محمود. عاد محمد نايف لحراسة مرمى فريقه وغادر بدر هاني. عمر الشطي تمريرة مع نيكولاي بعدها من أمامه ويسلي تطلع لي خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة ترجع حاليا من رمية أو من ركلة لإدخال العربي. نيكولاي لبورخا دياز، أحمد الشطي مع نيكولاي. هل أخطأ خواكيم كيتو في إشراك بورخا دياز ونيكولاي وإراحة ماركو في هذا اللقاء؟ خمس فاولات على النصر المتبقي على نهاية هذا الشوط الأول، 56 ثانية. النصر يغيب عنا في هذه الجولة عبد الله راشد الخضر لاعب المنتخب الوطني السابق، لاعب العربي وكاظمة واليرموك ولاعب النصر، طرد في الجولة الماضية أمام نادي الغاتية بعد العودة لتقنية الفي اس. شطي عمر لبورخا دياز مع أحمد الشطي، مر من أمام الصراف ولكن الكرة الأخيرة تطول عليه وتطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من رمية المرمى لمحمد نايف ولمصلحة النصر. ويسلي حاول يمر في الكرة الأخيرة من أمام نيكولاي ويسلي لكن أبعدها نيكولاي من امامه وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع من ركله ادخال ويسلي لمحمد نايف
يلعب الكرة الطويلة محمد نايف، لكن هذه المرة خاطئة إلى خارج أرضية الملعب، ترجع للعربي أمام العربي. 35 ثانية فقط على نهاية هذا الشوط الأول لتسجيل هدف تعادل، خصيصا أن النصر عليه 5 فاولات في هذا الشوط الأول. نيكولاي لعمر الشطي مع بورخة، دياز يلعب التمرير ناحية أحمد الشطي، رجعت لبورخة، تسديدة قوية من بورخة لكنها صدت في عرضة محمد نايف. بعد ذلك وصلت الكرة إلى نيكولاي، فرصة التعادل حاليا للعربي. أحمد الشطي والتسديدة القوية، ومحمد نايف يتصدى لهذه الكرة. بعد ذلك عادت لبورخة والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، والفاول السادس. الفاول السادس على النصر، فرصة العربي حاليا تسجيل هدف التعادل. عدل الكرة الأخيرة، هل كان هناك خطأ وفاول سادس على محمد الصباط؟ فاول السادس وفرصة العربي حاليا لتسجيل هدف تعادل مع تبقي 10 ثواني فقط على نهاية هذا الشوط الأول. هل ينجح حاليا بورخا دياز؟ ينجح بورخا دياز ويسجل هدف تعادل، إعادة للفاول السادس يحتسب لمصلحة بورخا دياز. هذه التسديدة الأولى اللي كانت من بورخا دياز قوية ولكنها صدت في عرضة محمد نايف. هي فرصة العربي للتعادل، لمطيري في حراسة المرمى نواف. مطيري في حراسة مرمى النصر بحثا عن التصدي لهذه الركلة من 10 متر حاليا لمصلحة العربي، بحثا عن هدف تعادل في شباك النصر قبل نهاية هذا الشوط الأول. المتبقي عليه 10 ثواني، بورخا دياز حاليا وفرصة التعادل لمصلحة فريقه. المطيري حاليا في حراسة مرمى النصر لحرمان العربي من تسجيل هدف التعادل. صافرة من قاسم دشتي، صارت صافرة قاسم دشتي يتغدى فيها حاليا بورخا بحثا عن التعادل. دياز يتغدى في هذه الكرة، بورخا ويسجل هدف التعادل، يسجل هدف التعادل بورخا دياز، وتتغير النتيجة وتصبح بالتعادل الإيجابي حاليا ما بين العربي وما بين النصر، بهدفين للعربي وهدفين للنصر، والتعادل الإيجابي قبل نهاية هذا الشوط الأول بثمان ثواني. بورخا دياز يسجل هدف التعادل لمصلحة فريقه بعد الفاول السادس اللي احتسب على النصر. الإعادة لهدف بورخا دياز، هدف بورخا دياز والمنصور للعربي، وأهداف أوسكار مارتينيز وويسلي للنصر. ويسلي طلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من ركلة إدخال حاليا لمصلحة العربي. ثانيتين على نهاية هذا الشوط الأول، والتعادل الإيجابي. 4 أهداف شاهدناها في هذا الشوط الأول، هدفين للنصر وهدفين للعربي. عمر الشطي، ولكن تنفيذ الخاطئ لركلة الإدخال الأخيرة اللي كانت لمصلحة العربي، لكنها أصبحت حاليا للنصر تبديل في ركلة إدخال. عبد الله محمود قاشوا البطاقة الصفراء والإنذار على مدير فريق النصر من محمد البلوشي. وتمرير من عبد الله محمود، وصافرة نهاية احداث هذا الشوط الاول بتعادل الايجابي ما بين النصر والعربي بهدفين لهدفين. نلتقي باذن الله مع بداية الشوط الثاني، الى اللقاء. في الشوط الثاني من افتتاح لقاءات الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات ما بين العربي والنصر، شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين للنصر وهدفين للعربي. سجل بدر منصور، عاد أوسكار مارتينيز، وعاد كذلك ويسلي، وقلب النتيجة على العربي. بعد ذلك أتى هدف العربي الثاني وهدف التعادل عن طريق بورخا دياز. بورخا يلعب التمريرة إلى بدر المنصور، العربي يدخل هذا الشوط الثاني على يمين الشاشة بزي المعتاد الأخضر، ببورخا دياز، بدر المنصور، عمر الشطي، نيكولاي، وحراسة المرمى لخالد أنور. بالمقابل نادي النصر بمحمد الشافعي، فهد غالب، الرمضان، ويسلي، ومحمد نايف في حراسة مرمى النصر.
احكام هذا اللقاء. الحكم الاول محمد البلوشي والحكم الثاني قاسم دشتي. بورخا دياز الى نيكولاي، رجعت الى بورخا، يلعب تمريره على الشمال، وصلها لعمر الشطي. مر في المره الاولى عمر الشطي، بعد ذلك لعب تمريره بالخلف لبورخا دياز. اصبح نيكولاي حاليا على اللاين، وبورخا دياز اخر اللاعبين. عربي بقياده خواكيم كيتو، اربع انتصارات على التوالي بعد خسارته امام نادي الكويت. النصر بقياده الايطالي زانيتي، انتصارين على التوالي على القادسيه وعلى خيطان، وتعادل في الشوط الاول. نيكولاي في هذه التسديده ولكنها بعيده، تطلع الى خارج ارضيه الملعب الكره الاخيره، وترجع حاليا من رميه المرمى لمحمد نايف ولمصلحه النصر. تطلع من التسديده الاخيره من نيكولاي، رجعت الى ويسلي لفهد غالب. فهد غالب مع عمر الشطي، يلعب التمريره الاخيره وصلها للشافعي، ولكن من خارج ارضيه الملعب الشافعي محمد استلم الكره الاخيره، طلعت ورجعت حاليا من ركله ادخال للعربي بدر المنصور. بدر الى بورخا دياز للمنصور، وصلت الى عمر الشطي، تمريره خاطئه منه وصلت لمحمد الشافعي، ولكن طالت الكره الاخيره على محمد الشافعي وتبعد بعد ذلك الى خارج ارضيه الملعب لاطمئنان على سلامه لاعب نادي النصر اللي ساقط على ارضيه الملعب ويسلي اللي سجل الهدف الثاني لفريقه في الشوط الاول. اربع اهداف شاهدناها في الشوط الاول. هنا المطالبه اللي كانت بالفاول لمصلحه ويسلي التحامه مع عمر الشطي. عودة للاستئناف، هذا اللقاء وهذا الشوط الثاني من لقاء العربي وخيطان من خالد أنور حارس مرمى المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا الأخيرة اللي أقيمت هنا في الكويت في العام الماضي مع محمد الهزيم، كان غايب عن البطولة فهد الخواري بداعي الإصابة، وتم استبعاد محمد ماجيكي من المدرب ريكاردو كاكاو. الكرة العرضية بعد ذلك ولكنها تمر، كرة بدر المنصور مرت وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا لمصلحه النصر من ركله ادخال او من رميه المرمى لمحمد نايف. محمد نايف تمريره ناحيه رمضان، استلام الكره الاخيره بشكل جيد ولكن الطول عليه، تطلع لخارج ارضيه الملعب، ترجع حاليا من ركله ادخال. للعربي بدر المنصور مع نيكولاي، راحة ماركو اليوم من خواكيم كيتو وإشراكه لنيكولاي مع بورخا دياز. يوم يشارك عمر الشطي على الرغم من إصابته مع فريقه بحثا عن الانتصار الخامس على التوالي وصدارة الدوري. كرة خالد أنور بعيدة طلعت إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة لإدخال لمصلحة النصر. هذا خالد أنور، شوط أول تصدى لسبع تسديدات على شباك فريقه. عبد الله ثامر وخالد انور عندهم انذارات منذ الشوط الاول من النادي العربي بمقابل ولا انذار على النصر. بدا الشوط الاول وسجل بدر المنصور هدف تقدم للعربي، عادل اوسكار مارتينيز، بعد ذلك سجل ويسلي الهدف الثاني لمصلحه النصر، بعد ذلك عاد بورخا دياز مع تبقي ثمان ثواني فقط على نهايه الشوط الاول بعد احتساب الفاول السادس على النصر، واتى من نقطه ال10 متر وسجل هدف تعادل لمصلحه فريق العربي قبل نهايه الشوط بثمان ثواني. بورخا دياز قدم في هذه الكره، يلعب الكره العرضيه ولكنها مرت من امام نيكولاي وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع لمصلحه النصر حاليا، ترجع لمصلحه النصر حاليا من رميه المرمى لمحمد نايف. ويسلي يمر بشكل مميز في المره الاولى والثانيه، وكذلك يلعب التمريره بعد ذلك، ولكن عمر الشطي في ابعادها صدت من منصور وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع من ركله ادخال، ترجع من ركلة إدخال حاليا للعربي. بدر المنصور إلى نيكولاي، بورخا دياز، تمريرة لعمر الشطي، عمر لبدر المنصور، يحاول يمر في الكرة الأخيرة ولكن طول عليه الكرة وتطلع لخارج أرضية الملعب، وترجع حاليا من ركلة الإدخال.
ترجع من ركلة الإدخال للنصر عبد الله محمود. لعب تمريرة مع الشافعي، من الشافعي للرمضان، تكت الكرة من أمام رمضان، بدر المنصور يلعب تمريرة بشكل مميز، بورخا دياز، وبعد ذلك نيكولاي والهدف الثالث. نيكولاي والهدف الثالث وهدف التقدم لمصلحة العربي من نيكولاي، يأتي بالهدف الثالث بعد تبادل تمريرات مميز ما بين المنصور وبورخا دياز اللي وضعها على طبق من ذهب للصربي. نيكولاي اللي ما صدق خبر في الكرة الأخيرة ووضعها في شباك محمد نايف وسجل هدف التقدم، وأصبحت النتيجة حاليا بثلاثة أهداف للعربي وهدفين للنصر. ثلاثة للعربي وهدفين للنصر. يطلب حاليا زنتي الإيطالي مدرب نادي النصر تغنية الفي اس. هل كان هناك خطأ وفاول لمصلحة رمضان قبل أن يأتي الهدف لمصلحة العربي؟ تغنية الفي اس بعدين سجل للعربي الهدف الثالث نيكولاي. 16 دقيقة و20 ثانية متبقية على نهاية هذا الشوط الثاني وهذا اللقاء بشكل عام، افتتاح الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات ما بين العربي والنصر. ثلاثة أهداف للعربي، هدفين للنصر. حاليا توقفت المباراة لمشاهدة الفي اس وتقنية الفي اس اللي طلبها زنتي الإيطالي مدرب نادي النصر بحثا عن خطأ وفاول للرمضان قبل أن يأتي الهدف الثالث لمصلحة بورخا دياز ولمصلحة زملائه في العربي. كان هناك خطأ وفاول، شاهد الإعادة رمضان، أعتقد أنه كان هناك خطأ، أعتقد أنه كان هناك خطأ وفاول على نيكولاي من أمام رمضان. أعتقد أنه كان هناك خطأ وفاول لمصلحة رمضان على نيكولاي. في الكرة الأخيرة الدعس كان واضح من نيكولاي على رمضان. شاهدة الحكام حاليا محمد البلوش الحكم الأول والحكم الثاني قاسم تشتي، هل يتم احتساب الخطأ والفاول لمصلحة النصر قبل هذا الهدف ويلغى الهدف لمصلحة العربي؟ شاهد حاليا تم اتخاذ القرار من محمد البلوشي وكذلك من الحكم الثاني قاسم دشتي، تم احتساب الهدف او الغائه للعربي بعد مشاهده الفار. يحتسب الفاول اذا لمصلحه رمضان ولمصلحه النصر. خطا كان واضح للامانه من نيكولاي، فاول اذا يحتسب، فاول يحتسب. لمصلحة النصر أول فاول في هذا الشوط الثاني. الفاول الأول في هذا الشوط الثاني احتسب على نادي العربي. تبقى النتيجة بالتعادل الإيجابي، هدفين للعربي وهدفين للنصر. تم إلغاء الهدف الثالث اللي سجله نيكولاي. حاليا العربي الخمس لاعبين الموجودين على ارضيه الملعب، بدر منصور، نيكولاي، بورخا دياز، عمر الشطي، وخالد انور، بالمقابل نادي النصر محمد الشافعي، رمضان، عبد الله محمود، ويسلي، ومحمد نايف في حراسه مرمى النصر. انتظار الخطا والفاول اللي راح يكون لمصلحه النصر، هل ياتي من خلاله الهدف الثالث للنصر في شباك هذا العملاق خالد انور اللي تصدى لسبع الى ثمان تسديدات في الشوط الاول على شباك فريقه. عبد الله محمود ترك الكره لويسلي، ويسلي وهذه التسديدة ولكنها بعيدة، تطلع كرة ويسلي إلى خارج أرضية الملعب، ترجع من رمية المرمى لخالد أنور ولمصلحة العربي. ترجع من رمية المرمى لخالد أنور ولمصلحة العربي. خالد إلى نيكولاي، نيكولاي يلعب تمريرة على اليمين إلى عمر الشطي، عمر الشطي مع رمضان ينجح بالمرور، عمر الشطي يلعب تمريرة بعد ذلك إلى بورخا دياز، إلى نيكولاي على اليمين، راحت لبدر المنصور صاحب الهدف الاول لفريق العربي. بدر يتغدى في هذه الكره والتسديده منه ولكنها صدت بويسلي وطلعت الى خارج ارضيه الملعب، وترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه العربي. ترجع من ركله ادخال لمصلحه العربي. عمر الشطي، عمر مع نيكولاي الى بورخا دياز للشطي، بدر المنصور، التمريره الاخيره من بورخا ولكنها صدت بويسلي وطلعت الى خارج ارضيه الملعب. ترجع للعربي من ركله الادخال، ترجع للعربي من ركله الادخال. عبد الله ثامر
نزل الأرضية الملعب حاليا عبد الله تامر ما كان موفق في الشوط الأول، كانت له فرصة خطيرة سددها بشكل قوي ولكنها صدت في قائم. محمد نايف في الشوط الأول من ركلة إدخال ترجع حاليا لمصلحة العربي، يرجع بالمرور عبد الله ثامر، عبد الله ثامر يلعب تمريرة بالكعب لعمر الشطي أمام المساحة، عمر يتغدى في هذه الكرة لمصلحة العربي، يلعب الكرة العرضية ولكن في إبعادها وسلي في المرة الأولى، وصلت لثامر يلعب تمريرة بعدها الصراف وطلعت إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة وترجع حاليا من ركلة. ترجع حاليا من لمصلحة النصر من ركلة إدخال. ترجع من ركلة إدخال حاليا لمصلحة النصر لعبد الله محمود. ويسلي. ويسلي يلعب تمريرة مع أوسكار راح يرجعها حق ويسلي وأوسكار ولكن كرة أوسكار إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة من أوسكار بورخا دياس في هذه التسديدة ولكن صدها لها محمد نايف، رجعت إلى بورخا يلعب الكرة العرضية في إبعادها ويسلي من أمامه، ويسلي لعبد الله محمود يلعب تمريرة بشكل مميز ولكن يبعدها نيكولاي، رجعت للعربي عبد الله ثامر لأحمد الشطي، أحمد لثامر وصلت إلى بورخا، دياز مع ويسلي، ويسلي ينجح بالمرور في المرة الأولى، ويسلي كذلك في المرة الثانية، ويسلي يا سلام يا ويسلي والتسديدة بعد ذلك من ويسلي ولكن في إبعادها أحمد الشطي وتطلع لخارج أرضية الملعب الكرة الأخيرة وترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة النصر. ترجع من ركلة الإدخال للنصر حاليا من ركلة الإدخال. عبد الله محمود يلعب التمريره ناحيه اوسكار ولكن قبل ذلك مرت 5 ثواني على تنفيذ ركله ادخال لمصلحه النصر بعدين كانت لمصلحه النصر ترجع حاليا لمصلحه العربي، تبديل في ركله ادخال الحكم الثالث عزيز الصراف والميقاتي سمر العنزي. نيكولاي لعبد الله ثامر، عبد الله مع احمد الشطي، رجعت لثامر لعب تمريره مع نيكولاي، قدم شوط اول سيء للامان النيكولاي وشوط ثاني سجل هدف وتم الغائه لنيكولاي اللي مع الكره حاليا لكن طول عليه هذه الكره الاخيره وتطلع لخارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من رميه المرمى لمحمد نايف، لعب تمريره مع الصراف، محمد صراف تمريرته خاطئه وصلت لاحمد الشطي مع بورخا دياز ولكن التغطيه بشكل مميز كانت من الصراف او من فهد غالب وطلعت الى خارج ارضيات الملعب ورجعت حاليا لمصلحه محمد نايف ولمصلحه النصر من رميه المرمى بشكل مميز وصارت لفهد غالب لكن طالت على فهد غالب، طالت على فهد غالب حاول يمر في الكره الاخيره فهد غالب وتم ابعاد الكره الاخيره من امامه، رجعت للعربي بورخا دياز على اليمين الى نيكولاي، نيكولاي ينجح بالمرور نيكولاي يلعب تمريره بعد ذلك للشطي، المساحه امام بورخا دياز في هذه الكره التسديده ولكنها صدت في المره الاولى، تركها بورخا والتسديده في المره الثانيه ولكن محمد نايف وتصدي مميز لبو نايف في الكره الاخيره ويبعدها الى خارج ارضيه الملعب ترجع حاليا من الركنيه لمصلحه العربي. ترجع من الركنيه لمصلحه العربي بعد تسديده بورخا دياز والتصدي اللي كان من محمد نايف. حارس القادسيه السابق وحارس نادي الكويت السابق التسديده القويه من بورخا دياز للمره الثانيه لكن هذه المره صدت باوسكار. هذه المره صدت باوسكار وطلعت الى خارج ارضيه الملعب. طلعت الى خارج ارضيه الملعب ترجع حاليا من الركنيه لمصلحه العربي عبد الله ثامر ولكن كره عبد الله ثامر الاخيره بدون اي متابعه تطلع الى خارج ارضيه الملعب. الحديث عن الحكام المميزين في الدوري العام لكرة القدم الصلاة والشواطئ نبارك للحكم الدولي في كأس العالم القادم لكأس العالم للشواطئ حكم عزيز أمان اللي حكم في الدوري العام لكرة القدم الصلاة وكذلك لدوري الشواطئ كذلك حكم في بطولة كأس آسيا للشواطئ اللي قيمت في تايلاند وكأس نيوم في السعودية وكأس العرب كذلك في المملكة العربية السعودية تمريرها الأخيرة ولكنها تمر وتطلع لخارج أرضية الملعب
وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه النصر. الشوط الثاني متوازن بشكل كبير ما بين النصر وما بين العربي، على عكس الشوط الاول اللي كانت الافضليه في بدايته لمصلحه العربي ونهايته كانت كذلك للعربي، وفي المنتصف كانت الافضليه لمصلحه النصر من خلال تسجيلهم لهدف التعادل وهدف التقدم، وسبع تصديات كانت لخالد انور في منتصف الشوط الاول. ترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه عبد الله محمود ولمصلحه النصر عبد الله لاعب العربي السابق عبد الله محمود يلعب التمريره الى اوسكار، تزيده من اوسكار ولكن من خارج ارضيه الملعب، التمريره الاخيره اللي كانت من عبد الله محمود ترجع الكره حاليا لمصلحه العربي من ركله الادخال. يلا حبيب يلا حبيب. عبد الله ثامر واحمد الشطي نيكولاي وبورخا دياز وخالد انور، والنصر بعبد الله محمود فهد غالب محمد الصراف اوسكار ومحمد نايف في حراسه المرمى، بورخا دياز ولكن ابعدها من امامه فهد غالب ولكن الفاول يحتسب لمصلحه العربي. الفاول الثاني على النصر والبطاقه الصفراء والانذار الاول على لاعب من لاعبي النصر وهو فهد غالب. شوط اول خالد انور تلقى الانذار وكذلك عبد الله ثامر تلقى الانذار، والشوط الثاني فهد غالب يتلقى الانذار من امام بورخا دياز. ثلاث لاعبين عندهم انذارات ومدير فريق كذلك النصر عنده انذار، أربعة تلقوا الانذارات في هذا اللقاء، فهد غالب وخالد انور وعبد الله ثامر ومدير فريق النصر. عشر دقيقة و54 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء الأول من الجولة السابعة للدوري العام لكرة قدم الصالات ما بين العربي والنصر، والتعادل الإيجابي هدفين للعربي وهدفين للنصر، والركلة الحرة المباشرة حاليا لمصلحة بورخا دياز ولمصلحة العربي من أجل تسجيل الهدف الثالث. بورخا يتقدم في هذه الكرة يلعب التمريرة والتسديدة ولكنها مرت كرة عبد الله ثامر وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، طلعت إلى خارج أرضية الملعب كرة عبد الله ثامر. كانت فرصة الهدف الثالث لو سددها عبد الله ثامر لكن حب انه يمرر الكرة الأخيرة لأحمد الشطي اللي ما كان ماخذ المكان المناسب في الكرة الأخيرة. رجعت لمصلحة النصر أوسكار ولكن تمريرته كانت أسرع من فهد غالب، طلعت إلى خارج أرضية الملعب. رجعت للعربي أحمد الشطي بورخا دياز يمر بشكل مميز، بورخا دياز يلعب تمريره بعد ذلك فهد غالب في ابعادها طلعت الى خارج ارضيه الملعب، ترجع من ركله ادخال لمصلحه النصر. صداره الدوري العام لقدم الصالات لهذا الموسم السالميه ب 14 نقطه في المركز الثاني، اليرموك 13 نقطه، العربي 12 نقطه في المركز الثالث، الكويت في المركز الرابع 10 نقاط، المركز الخامس لكاظما 7 نقاط، السادس للنصر بسته نقاط، السابع للغاتسيه 4 نقاط، الثامن لنادي التضامن بثلاثة نقاط، والمركز الأخير لخيطان من دون أي نقطة في خمس لقاءات ماضية وخمس هزائم لخيطان في هذا الموسم. أوسكار يكسب ركلة إدخال من أمام نيكولاي في الكرة الأخيرة. ترجع من ركلة ادخال حاليا لمصلحة النصر، تسديدة من اوسكار ولكنها بعيدة تطلع الى خارج ارضية الملعب، ويبدو انه اصيب اوسكار، يبدو انه اصيب اوسكار يسقط على ارضية الملعب، يذهب له نيكولاي ويذهب له كذلك ويسلي. العربي عنده على دكة البدلاء محمد المنصور، روضان الأرملي، عمر العسيري، عبد الله ثامر، علي الصيرفي، روضان الأرملي. قابل النصر عنده على دكة البدلاء في ظل غياب عبد الله الراشد اللي طرد في الجولة الماضية أمام نادي القادسية، عنده علي الشمري، عنده سعد المطيري ونواف المطيري وبدر هاني ومحمد الشافعي وعبد الله محمود. يغادر اوسكار ويدخل بديلا عندنا حاليا محمد الشافعي. يلا النصر يلا النصر. المنصور بدر لعمر، الشطي يرجعها بالخلف لحارس مرمى خالد انور، لكن لبس الكره للمره الثانيه من خالد انور. ذلك الركلة الحرة حاليا
تحتسب لمصلحة العربي أو لمصلحة النصر. قرار خاطئ كان في الكرة الأخيرة بعد نقاش الحكم قاسم دشتي مع الحكم محمد البلوشي. العودة والاستئناف لهذا الشوط الثاني. عمر الشطي إلى بورخة دياز يلعب تمريرة ناحية بدر منصور الشافعي في إبعادها لفهد غالب. موجود عبد الله شيخان كمساعد للمدرب زنتي، موجود كذلك المزيعل. كمساعد في طاقم تدريبي لنادي النصر بورخة دياز. لعب التمريره الاخيره بورخه من دون اي متابعه، رجعه سهله لمحمد نايف يلعب تمريره ناحيه الشافعي. محمد اللي يتغدى في هذه الكره ويسدد الكره لكن يتصدى لها خالد انور. من فهد غالب الى ويسلي يتغدى في هذه الكره، تسديده من ويسلي ولكنها سهله على خالد انور. سهله على خالد انور، رجعت لي عمر الشطي. اخر 11 دقيقه متبقيه على هذا الشوط وهذا اللقاء بشكل عام ما بين العربي والنصر، والتعادل الايجابي حتى هذه اللحظه. طبعا تعادل من الشوط الاول، الشوط الثاني ما في اهداف. سجل العربي هدف ولكن تم الغاء بعد العوده لتقنيه الفي اس، شاف انه كان هناك خطا وفاول لمصلحه الرمضان على نيكولاي. اعاده للكره الاخيره والفاول أو الالتحام اللي كان ما بين الشطي وويسلي. أصيب أوسكار وغادر أرضية الملعب وحاليا يصاب ويسلي أو محمد الشافعي. صاب حاليا الشافعي، هذا زنتي الإيطالي وهذا أوسكار اللي يستعد للنزول لأرضية الملعب بعد أن أصيب. عودته راح تكون مهمة لفريق النصر. أوسكار اللي سجل هدف تعادل في الشوط الأول، هذا خواكيم كيتو مدرب اليرموك السابق ومدرب القاتية ومدرب العربي في هذا الموسم، 4 انتصارات على التوالي بعد خسارته من نادي الكويت في أول لقاءاته في هذا الدوري ب4-1، بعد ذلك انتصر على خيطان 2-1 وانتصر كذلك على كاظمة وانتصر على القاتية وانتصر في الجولة الماضية على نادي اليرموك ب7 اهداف لهدفين. أطول سلسلة انتصارات لليرموك والسالمية والعربي، 4 انتصارات على التوالي، الكويت 3 انتصارات على التوالي، كاظمة والنصر انتصارين على التوالي، تضامن انتصار وحيد، قادسية انتصار وحيد، خيطان أطول سلسلة هزائم، 6 هزائم من 6 جولات. كاظمة 3 خسائر لكن مع ذلك كاظمة اللي في المركز الخامس حاليا، كاظمة ب7 نقاط، الا ان كاظمة هو اقوى الخطوط الدفاعية في الدوري العام لكرة قدم الصالات، على الرغم من ان النتائج ليست مميزة لكاظمة في هذا الموسم. انتصر في الجولة الاولى امام النصر 9-1، انتصر في الجولة الثانية على التضامن 8-2، انتصر او ما هو انتصر بس في هذه اللقاءين الاثنين، بعد ذلك خسر من نادي الكويت 3-2، خسر من العربي وخسر من اليرموك 2-1، وتعادل في الجولة الماضية 1-1 أمام نادي السالمية. محمد نايف يلعب التمريرة الأخيرة لكن وصلت سهلة لخالد أنور، يحاول اصطياد محمد نايف الكرة الأخيرة ولكنها بعيدة وتطلع إلى خارج أرضية الملعب وترجع حاليا من رمية المرمى لمحمد نايف ولمصلحة النصر. ويسلي التمريرة إلى أوسكار، أوسكار ناحية ويسلي ولكنها ترجع سهلة لخالد أنور اللي يلعب تمريرة طويلة ناحية عمر الشطي، من عمر لمحمد المنصور، محمد المنصور لعبد الله ثامر. سجل في الجولة الماضية محمد المنصور مثل ما سجل كذلك بدر المنصور، اليوم سجل بدر المنصور، فاللي يسجل محمد المنصور كابتن العربي بعد مغادرة سلمان البعيجان، وقبل سلمان البعيجان طبعا غادر عبد الرحمن المسبحي حاليا المسبحي وبعيجان اللي كانوا كباتن العربي في المواسم الأخيرة الاثنين مع نادي الكويت حاليا. ويسلي افتكاك للكرة بشكل مميز، ويسلي يتغدى في هذه الكرة ويسلي ولكن عرضه.
أوسكار، أوسكار لحق عليه أوسكار وسجل ثنائيته والهدف الثالث لفريق النصر. تصبح النتيجة حالية بتقدم النصر بثلاثة أهداف لهدفين أمام العربي، المرور بشكل مميز من ويسلي وبعد ذلك العرضية، وأوسكار يضعها في شباك خالد أنور كثالث الأهداف وثنائيته في هذا اللقاء. تصبح النتيجة حاليا بثلاثة أهداف للنصر وهدفين للعربي، عرضية ويسلي وبعد ذلك أوسكار يسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه. ثلاث أهداف للنصر وهدفين للعربي، صار النصر اليوم يتخطى فيه حتى نادي كاظمة، يصبح لديه تسعة نقاط في المركز الخامس ويترك نادي كاظمة في المركز السادس. ولو انتصر القادسية على التضامن غدا كذلك حتى القادسية ممكن يزيح كاظمة من المركز السادس. عبد الله ثامر علي العربي والبحث عن هدف التعادل ببرخة دياز، وعبد الله ثامر واحمد الشطي وخالد انور ونيكولاي، والنصر بويسلي محمد نايف اوسكار فهد غالب وعلي الشمري. عبد الله ثامر، عبد الله تمرير على اليمين الى بورخة دياز الى نيكولاي، راحت لي احمد الشطي في هذه الكرة العرضية ولكنها مرت الكرة الأخيرة من أمام بورخة دياز وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، وترجع حاليا من رمية المرمى لمصلحة النصر. 8 دقائق و40 ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء ما بين النصر والعربي في افتتاح لقاءات هذه الجولة السابعة من الدوري العام لكرة قدم الصالات. تمريره خاطئه وصلت الى نيكولاي او لبورخه دياز، يلعب تمريره خاطئه بورخه دياز، يلعب تمريره خاطئه وممكن حاليا الهدف الرابع لمصلحه النصر. ويسلي اوسكار رجعت الى ويسلي، ويسلي مع عبد الله ثامر مر وسدد كره قويه ولكن صدى لها خالد انور. تاسع تصديات خالد انور ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، طلعت الى خارج ارضيه الملعب وترجع من الركنيه حاليا لمصلحه النصر. ترجع من الركنيه حاليا لمصلحه النصر. 8 دقائق 19 ثانيه، فاول على النصر وفاول على العربي، ثلاث انذارات على العربي وانذار على النصر. الشمري علي يلعب تمريره ناحيه اوسكار، تسديده اوسكار ولكنها سهله على خالد انور اللي يمسك في الكره على مرتين. خالد يلعب تمريره طويله، الشمري في ابعاد خاطئ للكره الاخيره ومحمد نايف يخطف في هذه الكره لكن يتصدى للكره بعد ذلك ويبعدها الى خارج ارضيه الملعب. ترجع من الركنيه لمصلحه العربي، ترجع من الركنيه لمصلحه العربي والتسديده من عبد الله ثامر ولكن للمره الثانيه. الشوط الاول صدت في القائم من عبد الله ثامر، والشوط الثاني كذلك صدت في القائم من عبد الله ثامر، يبحث عن هدفه في هذا اللقاء ثامر ولكن الكره الاخيره في ابعادها على الشمري تطلع الى خارج ارضيه الملعب وترجع من ركله ادخال حاليا لبورخه دياز ولمصلحه العربي. ثمان دقائق وثانيه، هل يخسر العربي بعد خسارته في اول لقاءاته هذا الموسم امام نادي الكويت بعد سلسله انتصارات على التوالي؟ اربع انتصارات على التوالي كانت للعربي امام خيطان وامام كاظمه وامام اليرموك وامام حتى نادي القادسيه. 10 تصديات كانت لخالد انور، بالمقابل 8 تصديات لمحمد نايف اللي يلعب تمريره مع اوسكار من اوسكار للرمضان، ما شارك كثيرا في هذا الشوط الثاني. رمضان يبعد الكره الاخيره الى خارج ارضيه الملعب، تطلع الكره وترجع لمصلحه العربي من ركله الادخال. عبد الله ثامر الى بورخه، نيكولاي لثامر يلعب تمريره بشكل مميز ناحيه بورخه دياز، استلام كذلك من بورخه لكن التسديده القويه يتصدى لها محمد نايف ويصاب على اثرها محمد نايف ويسقط على ارضيه الملعب. الف لاباس لمحمد نايف، تصدي للكره الاخيره القويه من بورخه دياز اللي صدت، اتمنى ما صدت في انف محمد نايف. الكرة الأخيرة صدت في رأس وجه محمد نايف. زانيتي مع شيخان، هذا عبد الله شيخان اللي شارك مع منتخب الوطني في بطولة كأس العالم، لاعب القادسية السابق ولاعب التضامن السابق واللي شارك في بطولة كأس العالم للجامعات اللي أقيمت في باريس في فرنسا مع كلية الكويت التقنية، وكان معاه عبد الله راشد الخضر ووصلوا للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للجامعات، وحاليا هو مساعد المدرب في نادي النصر. بورخة دياز يلعب التمريرة العرضية بعد ذلك ولكنها تبعد وتطلع إلى خارج أرضية الملعب وخطأ
يبدو بطاقة صفراء كذلك. فاول وإنذار على عبد الله محمود. لو كانت على فهد غالب كان إنذار ثاني ويطرد بعد ذلك، ولكن الإنذار والفاول احتسب على عبد الله محمود. نعم حتى في الإعادة على عبد الله محمود الفاول الأخير لبورخا دياز. عمر العسيري وعلي الصيرفي وعبد المحسن مشيبه وروضان الأرملي ومحمد المنصور وبدر المنصور، كل هؤلاء على دكة بدلاء. خواكيم كيتو الركلة الحرة المباشرة حاليا للعربي من أجل تسجيل هدف التعادل. بورخا دياز والتسديدة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. كرة بورخا بعدين تصدت، ترجع حاليا من الركنية لمصلحة العربي، ترجع من الركنية لمصلحة العربي. عبد الله ثامر تمريرة بالخلف من ثامر لخالد أنور. دياز لعبد الله ثامر، مجهود كبير قدمه عبد الله ثامر لاعب نادي الكويت السابق، لاعب العربي، لاعب المنتخب الوطني، تأهل مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا الأخيرة اللي قيمت في المملكة الشقيقة البحرين، وتأهل من خلالها منتخبنا الوطني لبطولة كأس آسيا القادمة في تايلاند تحت قيادة المدرب الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة والطاقم اللي موجود معاه ميشيل حميد وهاب علي ششتري ماهر حلاوة فيصل لوغاني هاني وحسين حبيب مدير إدارة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكويتي. طلعت الكرة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، ترجع حاليا من ركلة إدخال لمصلحة النصر. يلا 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 يلا. 6 دقائق ونص على النهاية. هذه كرة نيكولاي مع بورخا دياز، كان يطالب بركلة إدخال لمصلحته بورخا دياز ولكن احتسبت ضده. محمد نايف تمريره ناحيه اوسكار ولكنها بعيده كانت على اوسكار، هذه المره تطلع الى خارج ارضيه الملعب وترجع حاليا من رميه المرمى لخالد انور ولمصلحه العربي. صار مهم كان للعربي في الجوله الماضيه 7-2 على نادي اليرموك، اوقف اليرموك مثل ما اوقف الكويت وكذلك كاظمه نادي السالميه بتعادلين. يوم اليرموك راح يواجه السالميه في لقاء صداره مباشر ما بين الفريقين. عمر الشطي يلعب تمريره مع نيكولاي ينجح بالمرور والخطا والفاول يحتسب على الرمضان. خطا والفاول يحتسب على الرمضان. قاسم ليش قاسم انت شايف؟ انت شايف قاسم شاته قبل فاول. اعاده للكره الاخيره والفاول اللي كان من الرمضان على نيكولاي. ونقاش الحكام محمد البلوشي وقاسم دشتي هذه المرة الثانية اللي يتناقشون فيها. بعدين تم كذلك في بداية هذا الشوط الثاني احتساب ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النصر بعد لمس خالد أنور للكرة مرتين، لكن بعد النقاش الحكم الأول والحكم الثاني لم يكن خالد أنور قد لامس الكرة مرتين في قدمه في منطقته. تم إلغاء القرار واستئناف اللعب. حاليا يتناقش الاثنين هل كان هناك خطأ وفاول لمصلحة نيكولاي على رمضان أو لا وجود لشيء في الكرة الأخيرة. نقاش كذلك مع الحكم الثالث عزيز الصراف حكم النخبة مثل الحكم عيسى السيد. 5 دقائق و59 ثانية متبقية على نهاية لقاء العربي بالنصر. 3 فاولات على النصر، فاول وحيد على العربي. النتيجة تقدم النصر حتى هذه اللحظة ب3 أهداف لهدفين أمام العربي. أوسكار ونقاشه مع بورخا دياز. نقاش الحكام الثلاثي محمد البلوشي قاسم دشتي وعزيز الصراف. إنذار على بورخا دياز. إنذار على بورخا دياز والفاول لمصلحة العربي. هذا الفاول اللي تم احتسابه لبورخا أو لمصلحة العربي ولمصلحة نيكولاي.
مستعد حاليا خواكم كيتو للعب بالباور باشراك احمد الشطي، كذلك نقاشه مع يوسف بن ناجي وعبد الله ثامر على ارضيه الملعب العربي بخالد انور، بورخا دياز، نيكولاي، عمر الشطي وبدر المنصور او محمد المنصور. محمد المنصور هو الموجود على ارضيه الملعب. بورخا دياز يستعد لتنفيذ هذه الركله الحره المباشره على الشباك النصر بحثا عن هدف تعادل لمصلحه فريقه. بورخا يتقدم في هذه الكره، بورخا ولكن الكره اصطدت بالحائط البشري، رجعت الى بورخا. دياز لمحمد المنصور، لعب تمريره مع بورخا. دياز الى نيكولاي، تركها تطلع وترجع لمصلحه فريقه من ركله ادخال، لعب التمريره وصلها الى بورخا. دياز للمنصور، محمد، بورخا، نيكولاي حاول يمر في الكره الاخيره، ويسلي في ابعادها من امامه، برازيلي صاحب الهدف الثاني لفريق النصر وصنع الهدف الثالث لاوسكار. قدم وسلي لقاء مميز امام نادي الغاتيه واستكمل اليوم بتسجيله لهدف وصناعته لهدف اوسكار. وهو مدلع اوسكار، مدلع اوسكار مثل ما دلع امام نادي الغاتيه يدلع حتى اليوم امام العربي اللي يلعب في الباور حاليا باحمد الشطي، بورخا دياز، نيكولاي، عمر الشطي وعبد الله ثامر. وصلت لعمر الشطي في العرضيه ولكن في ابعادها رمضان لخارج ارضيه الملعب. بالمقابل النصر يدافع حاليا بمحمد نايف في حراسه المرمى، رمضان ومع الصراف ويسلي واوسكار. على دكه البدلاء عبد الله محمود ومحمد الشافعي وفهد غالب امام زنتي. بورخا دياز لاحمد الشطي الى بورخا. دياز يلعب التمريره لعبد الله ثامر ولكن في بعدها محمد الصراف الى خارج ارضيه الملعب. ترجع حاليا من ركله ادخال لمصلحه العربي، ترجع من ركلة إدخال لمصلحة العربي. لم يشرك يوسف بن ناجي سوى 20 ثانية إلى نص دقيقة في الشوط الأول. خواكيم كيتو، بورخا دياز، بورخا، الضغط من أوسكار في مناطق العربي. أوسكار يضغط من أجل افتكاك هذه الكرة، لعب التمريرة بعد ذلك نيكولاي إلى بورخا دياز، رجعت لمصلحة بورخا دياز الكرة العرضية ولكن في التصدي لها محمد نايف. ترجع من الركنية لمصلحة العربي والبحث المستمر من العربي عن هدف التعادل. عمر الشطي إلى بورخا دياز، تمرير توصلها إلى نيكولاي. عبد الله ثامر إلى بورخا، تسديدة من بورخا اصطدت وصلت للرمضان، يخلصها رمضان، خلصها رمضان وسجل، خلصها رمضان وسجل رابع أهداف النصر في هذا اللقاء. صارت النتيجة حاليا 4 أهداف للنصر وهدفين للعربي والرابع من الرمضان بعد أن سجل أوسكار هدفين، ووسلي سجل هدف حاليا الرمضان بعد أن صدت الكرة الأخيرة في الشباك الخالية، لأن خواكيم كيتو قرر أنه يلعب في الباور في الشباك خالية. أتى الهدف الرابع من الرمضان، صارت النتيجة حاليا 4 أهداف للنصر وهدفين للعربي. تسديدة ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، كرة نيكولاي اللي طالب في ركنية غير موجودة في الكرة الأخيرة. فهد غالب يطالب بخطأ كذلك من أمام نيكولاي، طالب بخطأ من أمام نيكولاي لكن الخطأ غير موجود على نيكولاي لمصلحة فهد غالب. يرجع العربي ويلعب بالباور حاليا عبد الله ثامر، بورخا دياز، أحمد الشطي، نيكولاي وبدر المنصور. العرضية ولكنها تمر من عبد الله ثامر من دون أي متابعة للكرة الأخيرة، تطلع إلى خارج أرضية الملعب الكرة حاليا وترجع من رمية المرمى لمصلحة النصر. وقت مستقطع يطلبه حاليا زنتي مدرب الإيطالي لنادي النصر، عبارة عن دقيقة بعد انتهاء بإذن الله. نستكمل التعليق على هذا الشوط الثاني المتبقي عليه 4 دقائق و9 ثواني، 4 النصر و2 العربي.
انتهت الدقيقة، الوقت مستقطع اللي طلبها زانيتي الإيطالي مدرب نادي النصر، عودة واستكمال هذا اللقاء المتبقي عليه 4:09 ما بين العربي والنصر. 4 أهداف للنصر وهدفين للعربي، 3 فاولات على النصر وفاول وحيد على العربي. من ركلة إدخال ترجع الكرة لمصلحة النصر للبرازيلي ويسلي. عاد لاعبين يرموك. عندهم لقاء بعد هذا اللقاء امام نادي السالمية. ويسلي لفهد غالب، يلعب تمرير بشكل مميز. فهد غالب الى اوسكار، اوسكار ينجح بالمرور، تسديدة قوية من اوسكار، والتصدي مميز كان من خالد انور، من تسديدة رائعة كانت لاوسكار، وتصدي اروع كان من خالد انور، وابعاد الكرة الاخيرة الى خارج ارضية الملعب. ترجع من الركنية حاليا لمصلحة النصر اللي يبحث عن هدف خامس في شباك العربي. اعادة للكرة الاخيرة وتسديدة اللي كانت من اوسكار، تألق خالد انور معاها فهد غالب، وتسديدة ولكن تبديل. بعدين كانت للنصر، تصبح حاليا لمصلحة العربي اللي يرجع في الباور حاليا. رمية المرمى، العربي حاليا بأحمد الشرطي وبورخا دياز، عبد الله ثامر، أحمد الشرطي، فهد غالب في ابعادها من امامه، تطلع وترجع للعربي من ركله الادخال لعبد الله ثامر، احمد الشطي الى بورخا دياز. بورخا يلعب تمريره الاخيره، صدت باوسكار، صدت بيد اوسكار، لذلك خطا وفاول رابع على النصر. شوط اول انهى النصر 6 فاولات تم احتسابهم عليه، شوط ثاني حتى هذه اللحظه 4 فاولات على النصر. بورخا دياز، احمد الشطي الى بورخا دياز، يلعب تمريره مع احمد الشطي عكس اتجاه عمر الشطي، تطلع الى خارج ارضيه الملعب الكره الاخيره، وترجع حاليا من ركله الادخال لمصلحه النصر. ترجع من ركله الادخال لمصلحه النصر. ويسلي لمحمد نايف، لينجح النصر ويحقق انتصاره الثالث على التوالي. بدأت بخيطان، استمرت في القادسية، فهل تستكمل في العرب اليوم؟ عبد الله ثامر إلى بورخا دياز، ثامر لأحمد الشطي، لا يزال العربي يلعب بالباور حاليا بحثا عن تقليص الفارق. بورخا دياز ولكن تسديدة بورخا الأخيرة بعيدة، تطلع إلى خارج أرضية الملعب، ترجع لمحمد نايف من رمية المرمى، التمريرة ناحية ويسلي، ولكن بورخا دياز تغطية كانت مميزة في الكرة الأخيرة منها، طلعت إلى خارج أرضية الملعب. رجعت من ركلة إدخال للعربي، بورخا دياز لعمر الشطي، أقل من 3 دقائق 2:50 على نهاية لقاء العربي بالنصر في افتتاح لقاءات هذه الجولة 7 من الدوري العام لكرة قدم الصالات لهذا الموسم. 23-24، 4 أهداف للنصر سجل منها ثنائية أوسكار، وسجل ويسلي هدف، سجل الرمضان الهدف الرابع أحمد الشطي، وتقليص الفارق، ولكن للمرة الثالثة تصطد الكرة في القائم وتطلع إلى خارج أرضية الملعب. الشوط أول كانت كرة في القائم لعبد الله ثامر، الشوط الثاني كرة كذلك كانت في القائم من عبد الله ثامر، والكرة الثالثة كانت من أحمد الشطي في قائم محمد نايف، وطلعت إلى خارج أرضية الملعب، وترجع حاليا لمصلحة النصر من ركلة الإدخال لمصلحة ويسلي. محمد المنصور، محمد لعبد الله ثامر، حاول يمر من امام فهد غالب، نيكولاي يرجع الباور حاليا للعربي بدخول احمد الشطي، احمد الى بورخا، رجعت الى احمد،
الشوط المطالبة بفاول خامس العرضية، ولكن محمد المنصور ومحمد نايف، محمد نايف يتصدى للكرة الأخيرة محمد، ولكن تسديدة محمد نايف ويبعدها من نيكولاي. رمضان أوسكار إلى ويسلي، حاول يمر في الكرة الأخيرة ويسلي، صعبها على نفسه، افتكها بورخة من أمامه، رجعت لمصلحة ويسلي، لكن بورخة على مرتين افتك الكرة من أمام ويسلي، والمرة الثالثة ويسلي يبعدها من أمام بورخة، تطلع لخارج أرضية الملعب وترجع حاليا من ركلة الإدخال لمصلحة العرب. نعم تم احتساب الفاول الخامس على النصر، خمس فاولات على النصر، خمس فاولات على النصر، جربها النصر في الشوط الأول وتسجل فيه تعادل من بورخة دياز قبل نهاية الشوط بثمان ثواني، هل ينجح العربي بنفس الطريقة ويعود لهذا اللقاء؟ حسرة أخواكيم كيتو على أداء فريقه ولاعبيه اليوم أمام النصر. بالركلة إدخال فهد غالب، تمريرة بالخلف لمحمد نايف، لعب تمريرة طويلة محمد نايف، عبد الله ثامر إلى بورخة دياز، يرجع البورو حاليا لمصلحة العربي، عبد الله ثامر، دقيقة وعشرين ثانية، أحمد الشطي لثامر، دياز تمريرة للمنصور، يلعب الكرة العرضية ولكن في إبعادها محمود، أو كان في إبعادها فهد غالب، فهد غالب اللي يبعد الكرة الأخيرة، ترجع للعربي حاليا من ركلة إدخال. نيكولاي إلى بورخة، أحمد الشطي لعبد الله ثامر، رجعت للشطي أحمد والتمريرة للمنصور، يلعب الكرة العرضية ولكنها صدت فهد غالب وطلعت إلى خارج أرضية الملعب للركنية حاليا لمصلحة العربي. 57 ثانية، 57 ثانية أمام العربي لتفادي خسارة ثانية له في هذا الموسم. المنصور لأحمد الشطي، بورخة دياز يلعب التمريرة على اليمين، رجعت لأحمد الشطي إلى بورخة، تزيدها من بورخة ولكن التصدي كان من أوسكار، وترجع الكرة لمحمد نايف اللي سدد هذه الكرة بشكل مميز، محمد نايف ولكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب كرة محمد نايف. عبد الله ثامر، خسارة ثانية للعربي راح تكون، وبالنتيجة مقاربة يعني كانت 4-1 أمام نادي الكويت حتى هذه اللحظة. يا سلام على التألق من محمد نايف في الكرة الأخيرة وإبعادها بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب للركنية لمصلحة العربي. الخسارة كانت أمام الكويت 4-1 واليوم الخسارة 4-2 حتى هذه اللحظة أمام النصر. التسديدة القوية من محمد المنصور ولكن تصدي مميز كذلك كان من محمد نايف، وبعد ذلك ويسلي في إبعادها إلى خارج أرضية الملعب. من الركنية رجعت للعربي، أحمد الشطي لعبد الله ثامر، عبد الله ثامر للشطي، بورخة دياز يحاول يلعب تمريرة بالكعب وابعدت بعد ذلك وصلت لويسلي، ويسلي ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب كرة ويسلي كانت راح تنهي الأمور بشكل أسرع بهدف خامس ولكنها طلعت إلى خارج أرضية الملعب. رجعت لعبد الله ثامر، آخر ثمان ثواني خلاص العربي هزم، العربي هزم للمرة الثانية في هذا الموسم بعد هزيمته أمام نادي الكويت في أول لقاءاته في هذا الموسم. ويسلي وانتهى الوقت، ألف مبروك للنصر الانتصار الثالث على التوالي، هارد لك للعربي. نلتقي بإذن الله مع بداية اللقاء الثاني لهذا اليوم ما بين اليرموك والسالمية، إلى اللقاء.